معكم مؤسستنا التعليمية لمادة الرسم الهندسي. لمجرد ذكر الاسم عندي يعني كثير من الطلاب بشكل عندي الخوف، خوف من هالمادة. السبب الأساسي إنه أنا غير قادر أتعامل، ماني ملاقي طريقة بتعاملي مع المادة، ما عم أعرف شو هي المادة، شو هي الأجزاء الأساسية للمادة. ممكن يكون أنا طالب ما عندي قدرة على التخيل، إذا وجدت قدام مني منصور أتعامل معه، كيفية المساقط، كيفية رسم المساقط، استنتاج المساقط، تقاطعات إلى آخره. ما عندي قدرة. جزء آخر من الطلاب عندهم إمكانيات وقدرات بفهم الموضوع وتخيله، بس في عندي نقاط ضعف تشمل مثلا أنا غير قادر إنه أعرف كيفية التقاطعات أو القطاعات التأشير. لحل هالمشكلة عندنا عدة خطوات أساسية. طبعا مشبه أن مادة الرسم الهندسي مثل عملية بناء منزل. عملية البناء تشمل قواعد، أعمدة، سقف إلى مرحلة الإجسام. بالمقابل مادة الرسم الهندسي بهذا الشكل. الأجزاء الأساسية لمادة الرسم الهندسي عندي منظور مطلوب مني استنتاج المساقط الثلاث. ضمن المساقط يطلب مني موجود عندي القطاعات، يطلب مني التقاطعات. بجزء آخر يقطع مسقطين، مطلوب مني استنتاج المسقط الثالث ورسم المنظور. كيف أنا رح أبدأ لمادة الرسم الهندسي؟ أولاً عنا عدة أنواع من المناظر. المنظور الأول بهذا الشكل. هذا المنظور يدعى بالإسقاط المتساوي 30-30، أي المحور إكس مع المحور واي يصنعان زاوية بمقدار 30 مع خط الأفق. النوع الثاني إذا هذا الإسقاط 30-30. النوع الآخر بهذا الشكل. نلاحظ انطباق المحور X مع خط الأفق والمحور Y بشكل زاوية 45 مع خط الأفق، والمحور Z يبقى نفسه في المنظومة. هذا الشكل يمكن أن يوجد بشكل آخر. زاوية 45 بالأشكال الثلاثة يلي بيهمني أعرف المحور X، محور Y، محور Z. السبب الأساسي عندي منظور، شو هي الخطوات يلي أنا لازم أبدأ فيها لحتى أفهم المنظور؟ أول شيء لازم أعرف قراءة الأبعاد، الأبعاد الموجودة على المنظور، يعني بقصد في الطول الكلي X، العرض الكلي Y، الارتفاع الكلي Z. رح نشوف هلا عدة أشكال للمناظر. بتوقف مطلوب مكان بكل منظور من المناظر، بوقف الصورة، سجل أنا الأبعاد اللي أنا شايفها X، Y، Z. بعد الانتهاء من الأشكال جميعا رح ناخذ هلا ملاحظات عن كيفية قراءة الأبعاد على المنظور. برجع بقول سجل الأبعاد مشان تتأكد إذا أنت قراءتك صح للأبعاد ولا لا. إذا صح تمام، إذا ما فيها، إذا في عندك إشكال رح ناخذ هلا قواعد بتسهل علي عملية قراءة الأبعاد، لأنه إذا كان عندي أي خطأ في أي بعد رح لاقي عندي إشكالات لاحقة.
ركز هلا على المنظور المتساوي 30 30. على سبيل المثال منظور لاعبين، كيف انا بدي اقرا الابعاد؟ على سبيل المثال 45 20 45 40 15 كمان 20. اولا البعد اكس، اكس بيمثل الطول الكلي. كلمة الطول الكلي يعني هي المسافة ما بين اقصر نقطة في اليمين مع اقصر نقطة في اليسار، أقصى نقطة في اليمين مع أقصى نقطة في اليسار. عمليا هي 20 زائد 45 زائد 35. واي بنفس الطريقة 40 زائد 40 زائد 15. ما ننسى ثلاثية التعامل X Y Z، ما ننساها أبدا. إذا X بيمثل الطول، Y بيمثل العرض، Z بيمثل الارتفاع. شو التغير اللي حصل عندك؟ زيادة هذه الثمانية بمقدار 10. عمليا الطول ما تغير، العرض ما تغير، فقط اللي تغير عندك زد اللي هو بمقدار 10. إذا في المناظر التي تحت سطوح مستوي، سطوح مستوي أفقي، الارتفاع زد هي المسافة ما بين كل مستوى وآخر، يعني عملية جمع المستويات مع بعض. إذا كان عندي منظور في المسبق أو في اتجاه الطول عبارة عن عدة أجزاء، ما ننسى اتجاه محور إكس بيجمع الأطوار يلي تبدأ من أقصى نقطة في اليمين مع أقصى نقطة في اليسار. ضمن المناصير اللي أنتم شفتوها بالصور، في عندي مناصير بهذا الشكل. طول اكس ما في اشكال، طبعا ما بنسى انه هون الزاوية 30 30، واي 30، اي حساب الارتفاع زد تتم بالشكل التالي وفق القانون. اذا كان لدينا منظور يحوي اسطواني مركزي بهذا الشكل او بالاشكال اللي انتم شفتوها، وهذه الاسطوانة تظهر، طبعا انا واقف بهذا الاتجاه كناظر، يعني أنا واقف بالاتجاه، ما أنظر بالاتجاه X، X مع Z. طبعا من المعلوم كبداية كقاعدة أساسية، الأسطوانة تظهر كدائرة في مسقط بباقي المساقط، يعني بكلمة عفوا مساقط، يعني أنا بشوفها باتجاه معين عبارة عن دائرة، بباقي الاتجاهات أنا بشوفها كأسطوانة. مثال قلم عبارة عن اسطوانة، كناظر بهذا الشكل شوفها عبارة عن دائرة، لكن وفق هذا الاتجاه رح ناخذ هذا الجزء عبارة عن مستطيل، في هذا الاتجاه كمان مستطيل. إذا نرجع في المنظور
إذا كان المنظور يحوي اسطواني رئيسي بهذا الشكل. عملية حساب الارتفاع زد تتم وفق القاعدة زد يساوي ارتفاع مركز الاسطوانة عن خط الأفق زائد نصف قطر الاسطوانة. طبعا هذه القاعدة تشمل كثير من الحالات اللي بتمر معنا، ما هي القاعدة بالمطلق، لكن قاعدة تعمم على 90% من المناظر اللي بهذا الشكل. إذا كانت الأسطوانة هي أعلى جزء بالمنظور، وفق هذه القاعدة زد بتساوي ارتفاع مركز الأسطوانة عن خط الأفق بهذا الشكل، عاطيني بمقدار 45 زائد نصف قطر الاسطوانة. ملاحظ أن عندي اسطوانتين على سبيل المثال، اسطوانة كبرى بقطر 40 فاي، دائرة صغرى بقطر 20 فاي. يلي بهمنا هي الاسطوانة الخارجية، الاسطوانة الكبرى. إذا وفق هذه القاعدة ارتفاع المركز عن خط الأفق هو 45 زائد نصف قطر الاسطوانة، لاحظ قطر الاسطوانة 40 نصف القطر هو 20، إذا صار الارتفاع 45 زائد 20. بمر معنا عدة أشكال ممكن ما يعطينا ارتفاع مركز الاسطوانة عن خط الأفق بشكل مباشر، ممكن يعطينا عن هذا المستوى، عن هذا المستوى بمقدار 45 زائد هذه السماكة بمقدار 20. ارتفاع مركز الاسطوانة عن خط الأفق، هذا هو المركز، نعمل عملية خط وبدرس المسافة الشاقولي ما بين هذا الخط مع خط الأفق. ملاحظ عبارة عن جمع 45 زائد 20 كون سبت الجزء الأول الجزء الثاني نصف القطر اللي هو عندي 20. طبعا أنا وقفت كناظر بهذا الاتجاه، يعني أنا الأسطوانة شايفة وفق الاتجاه X مع Z، ممكن تكون الأسطوانة في هذا الشكل، أي الأسطوانة تظهر كدائرة وفق الاتجاه Y، ما بنسميه Y مع الارتفاع Z. إذا نرجع نعيد القواعد، إذا كان عندي منظور عبارة عن مجموعة من السطوح المستوية الأفقي، عملية جمع عملية حساب قيمة الارتفاع هي عملية جمع السطوح المسافة الشاقولية ما بين السطوح المستوية. إذا كان لدينا منظور يحوي أسطوانة مركزية تظهر بشكلها الحقيقي كدائرة وفق الاتجاه إما إكس مع زد مثل ما شفناه بالصورة الأولى، أو وفق الاتجاه واي مع زد، عملية حساب الارتفاع القاعدة ارتفاع مركز الأسطوانة عن خط الأفق زائد نصف قطر الأسطوانة الكبرى. في المناظير اللي انتم شفتوها بالصور في عنا أسطوانة لا تظهر بشكل حقيقي كدائرة وفق الاتجاه إكس زد ولا واي زد، إنما بالاتجاه إكس مع واي، أي بهذا الشكل، يعني أنا معين عليها من الأعلى إلى الأسفل. هذا النوع من المناظير ما بيدخل ضمن هذه القاعدة، بيدخل ضمن القاعدة الأولى اللي هي عبارة عن جمع المسافات الشاقولية ما بين السطوح المستوى. تلاقين بهذا الشكل، لاحظوا الأسطوانة تظهر كدائرة عند عملية النظر من الأعلى إلى الأسفل. عملية حساب الارتفاع السماكي 10 هي المسافة ما بين المسافة الشرقية بين النقطتين إضافة إلى هذه المسافة. ممكن هذه المسافة ما يعطيني إياها بالإكس، ممكن يعطيني إياها بالواي. إذا 15 زائد بيساوي 10 زائد 15 زائد ارتفاع الأسطوانة اللي هو عندي 3. بناء على القواعد اللي نحن هلا حكيناها
ترجع على الصور اللي احنا شفناها اول شيء، تتاكد من قيم الاطوال والابعاد اللي انت حسبتها اكس مع واي مع زد، بتسجلها وانا هلا بختار لك الاجابه الصحيحه للابعاد. الطول اكس والمسافه 80، العرض واي 80، الارتفاع زد. نلاحظ انه هو السماكه في عندنا هون السماكه 10، السماكه 14، المسافه الشاقوليه ما بين هذه النقطه وهذه النقطه زائد 6، زائد المسافه الشاقوليه ما بين هذه النقطه وهذه النقطه 20، زائد ارتفاع الاسطواني 20. اذا زد قيمه زد 20 زائد 20 زائد 6 زائد 14، الكل 188، العرض الكل 76، الارتفاع الكل زد بيساوي 90. هذا المنظور يدعى بالمنظور او الاسقاط 0.45. نلاحظ انطباق المحور اكس على خط الافق والمحور واي يصنع الزاوية 45 مع خط الافق. اذا طول الكل اكس بيساوي 128، المسافة ما بين اقصى نقطة في اليمين مع اقصى نقطة في اليسار زد. اخذنا منظور يحوي اسطواني مركزي لحساب قيمة زد، ارتفاع مركز الاسطواني عن خط الافق 40، زائد نصف قطر الاسطواني الكبر اللي هي عنا R بيساوي 32. اذا الارتفاع الكلي زد بيساوي 40 زائد 32. قيمة واي نظر قيمة واي هي المسافة 60، الطول الكلي 90، العرض الكلي 60، الارتفاع الكلي ارتفاع مركز الاسطواني عن خط الافق عبارة عن مجموع 30، المسافة ما بين مركز الاسطواني وهذا المستوى زائد هذه السماكة 20. اذا الارتفاع الكلي هو عبارة عن مجموع 20 زائد 30، هو ارتفاع مركز الاسطواني عن خط الافق زائد نصف قطر الاسطواني اللي عطيني اياه هو 20. اذا صار الارتفاع عندي زد بيساوي 20 زائد 30 زائد 20. منظور يحوي اسطواني رئيسي، قيمة الاكس تساوي 90، قيمة واي نلاحظ انه هون هي عبارة عن 50، ارتفاع زد ارتفاع مركز الاسطواني عن خط الافق يعطى مباشرة عبارة عن 40 زائد نصف قطر الاسطواني 20. اذا الارتفاع الكلي 40 زائد 20. في هذا المنظور الطول الكلي 100، اقصى نقطة في اليمين اقصى نقطة في اليسار، العرض الكلي 65، الارتفاع الكلي. لاحظ في يوجد عندي عدة ارتفاعات، يلي بيهمني ارتفاع مركز الاسطواني عن خط الافق هو عبارة عن مجموع 53 زائد 25، ارتفاع مركز الاسطواني عن هذا المستوى زائد هذه السماكة زائد نصف قطر الاسطواني الكبرى اعطيني اياه 25 زائد هذه السماكة سماكة الاسطواني 15. اذا الارتفاع زد 15 زائد نصف القطر 25 زائد 53 زائد 25، الطول كله 73، العرض الكلي نلاحظ واي تساوي قطر الاسطواني 40 زائد هذه السماكة 15. اذا العرض الكلي واي بيساوي 40 قطر الاسطواني زائد 15، الارتفاع الكلي زد 40. في هذا المنظور منظور وفق الاسقاط المتساوي 30-30، لدينا الطول الكل حسابه من هذه النقطة إلى هذه النقطة، نلاحظ المسافة الأفقية ما بين هذا المركز وهذا المركز 70 زائد هذه المسافة 60. إذا المسافة ما بين هذا المركز وهذا المركز 70 زائد 60، يضاف إليها نصف قطر الأسطواني 15
زائد نصف قطر الأسطواني 15، إذا قيمة x تساوي 70 زائد 60 زائد 15 زائد 15. حساب y، نلاحظ أن المسافة ما بين هذا المركز وهذا المركز 120، نضاف إليه نصف قطر الأسطواني 15، نصف قطر الأسطواني 15. y تساوي 120 زائد 15 زائد 15. حساب الارتفاع z معطى بالقيمة 45. في هذا المنظور قيمة الطول الكلي x تساوي 100، العرض الكلي للوهلة الأولى y بتساوي 65، وهذا الكلام خاطئ. لنلاحظ أن هذه المسافة عبارة عن 65، قطر الأسطواني الكبرى نصف قطرة 40، أي أن القطر الكلي عبارة عن 80. 80 قطر الأسطواني أكبر أطول من هذه المسافة 65، إذن العرض الكلي y بيساوي 80 وليس 65. بالانتقال إلى حساب الارتفاع z، نلاحظ أن الأسطواني تظهر بشكلها الحقيقي كدائرة عند النظر من الأعلى إلى الأسفل وفق المحورين x مع y. إذن حساب الارتفاع، حساب هذه السماكة 15 زائد 30 زائد 90. في هذا المنظور لدينا الطول الكلي x بيساوي 96، العرض الكلي 50، حساب الارتفاع z 54، المسافة الشاقولية ما بين هذه النقطة وهذه النقطة عبارة عن مسافة شاقولية ما بين مستويين أفقيين زائد ارتفاع الأسطوان. بعد الانتهاء من أهم مرحلة بالرسم بفهم المنظور هي عملية حساب الأبعاد، ننتقل إلى المرحلة الثانية، استنتاج أو مصادر أساس. السؤال: ما هو المصدر؟ تحويل المنظور من ثلاثة أبعاد إلى بعد. لدينا ثلاثة مصادر بهذا الشكل. أولا المصدر x مع z يدعى بالمسقط الأمام، البعد y مع z المسقط الجانب، المسقط x مع y المسقط الأفقي أو الرأس. إذن البعدين x مع z وفي هذا الاتجاه، عملية النظر في هذا الاتجاه تحدد المسقط الأمامي، النظر بهذا الاتجاه وفق المحورين y مع z تحدد المسقط الجانبي، عملية النظر من الأعلى إلى الأسفل تحدد البعدين x مع y هو المسقط الأفقي أو الرأسي. كيفية الرسم المصادر؟ نرسم خط شاقولي بهذا الشكل، خط أفقي على المحور الأفقي، ناخذ قياس 2 سم ونرسم خط بالاتجاه الشاقولي، ناخذ 2 سم ونرسم خط. ضمن الخطين الأفقيين مع الخطين الشاقوليين نحن نرسم المسار. نحن في هذا المربع، في هذا الجزء المسقط الأمامي. ما هي الأبعاد التي تحدد المسقط الأمامي مثل ما ذكرنا؟ x مع z. في هذا الجزء المسقط الجانب الأبعاد y مع z. المسقط الأفقي x مع y.
بالنظر بملاحظة الشيء المطلوب بنلاحظ انه كل مسقطين يوجد بينهما بعد مشترك. المسقط الأمامي والمسقط الجانبي البعد المشترك بينهما زد. المسقط الأمامي مع المسقط الأفقي هو البعد إكس. المسقط الجانبي مع المسقط الأفقي البعد واحد. لدينا القلم على سبيل المثال ارتفاعه 20 قطر، نحو 30 قطر، الأسطواني 10. بهذا النظر المسافة الشاقولية ما بين هذه النقطة وهذه النقطة قد ايش هي؟ 30. إذا أنتم نظرتوا بهذا الاتجاه رح تشوفوها 30. أنا هل يتغير لدي الارتفاع؟ حكما لا، لأنه أكيد رح أشوفه بنفس السماكية اللي هي عندي 30. جهة النظر من عندي إلى هذا الاتجاه هي المسقط، على سبيل المثال المسقط الأمامي. أنا إذا أنا بوقف هون أو بدي أرسم المسقط الجانبي، جهة النظر من عندي إلى هذه الجهة نلاحظ إنه الارتفاع شو هو؟ الارتفاع 30. طيب بهذا الشكل القيمة ما تغيرت عندي اللي هي 30. طيب جهة النظر معك هي المسقط الأمامي، يعني انتم شايفينها بالاتجاه اكس مع زد. هذا البعد تغير قيمته معي شو هي؟ 30. طيب انا معين عليها من الاعلى الى الاسفل. تغيرت عندي المسافه؟ حكما لا. اذا جهه النظر من الاعلى الى الاسفل بتمثل المسقط الافق. اذا البعد المشترك ما بين جهه النظر من عندي جهه النظر من عندك انه نحن اثنيناتنا شايفين البعد نفسه اللي هو 30. اذا البعد المشترك ما بين، إذا كل مسقطين يوجد بينهما بعد مشترك. فهمي القاعدة هذه كثير رح يساعدني بعملية رسم المساقط والسنداجات. إذا أول لحد الآن كيف أنا جيت بالمنظور قريت الأبعاد اللي هن عندي إكس واي زد. فهمنا جزئيا لحد الآن كيفية توزيع المساقط. نجي هلا على المشكلة الأساسية. أنا غير قادر على استنتاج المساقط بسبب كثير مهم او اساسي عند غالبيه زملائنا الطلاب، انه انا ما عندي قدره اتخيل شو هو المسقط الامامي، شو هو المسقط الجانبي، شو هو المسقط الافقي، ما بعرف منين رح ابدا. في عنا عده قواعد رح تسهل لي كثير عمليه فهم المساقط. رح نبدا باول قاعده. طبعا لدينا أربع قواعد. الأربع قواعد أي منظور بشوفه ما بيخرج عن هالأربع قواعد اللي هلا رح نسأل. القاعدة الأولى رقم واحد، منظور يحوي أسطواني مركزي أو أسطواني رئيسي. كلمة مركزي رح أوضحها بهذا الاسم. لدينا اسطواني مركزي. كلمة مركزي تعني إذا أنا محيط للاسطواني هل الشكل الخارجي أو الحدود الخارجية للمنظور بقت نفسها ولا تغيرت؟ حكما بتغير. إذا كلمة مركزي تعني إنه إذا أنا محيط للاسطواني الحدود الخارجية للمسقط رح تتغير. طيب هذه اسطواني وهذه الصور، هذه دائرة وهذه دائرة. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه إذا أنا محيط لهذه الدائرة، محيط هذه الدائرة، بنلاحظ انه الحدود الخارجية للمسقط عندي ما تغيرت. إذا هذه اسطوانة أو اسطوانة مركزي، هذه دائرة ثانوية. إذا هذه هي كلمة مركزي. إذا لدينا منظور يحوي اسطواني مركزي. نبدا بالمسقط الذي تظهر به الاسطواني بشكلها الحقيقي. نحن اتفقنا انه الشكل الحقيقي للاسطواني هو دائره. برجع بعيد الاسطواني بهذا الشكل
هذه الاسطوانه باتجاه واحد، تظهر كدائره، بباقي الاتجاهات تظهر كمنصبه. اذا نرجع نعيد القاعده، منظور يحوي الاسطوانه المركزي، نبدا بالمسقط الذي تظهر به الاسطوانه بشكلها الحقيقي كدائره، سواء هذه الاسطوانه كان في المسقط الامامي يلي بيتحدد بالبعد x مع y، او بالمسقط الجانبي يلي بيتحدد بالبعدين y مع z، او بالمسقط الافقي بهذا الشكل تتحدد بالبعدين x مع y. القاعده الثانيه، منظور يحوي سطح مائل رئيس بهذا الشكل إكس مع واي مثلا. كمان عم انظر باتجاه إكس مع زد، السطح المائل أنا. إذا أنا وقفت بالاتجاه x مع z، شوف 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 هذا الخط، لأنه هذا السطح يعبر عنه بهذا السطح أو بهذا الخط المائل. طيب إذا أنا وقفت بالاتجاه y مع z، شوف شوف شوفوا هذا السطح كامل، شوفوا كم سطح مظبوط. اذا منظور يحوي سطح مائل رئيسي، نبدا بالمسقط الذي يظهر به السطح المائل بشكله الحقيقي، شكله الحقيقي اي خط مستقيم مائل وفق هذا الرسم، وفق الاتجاه، وفق المحورين x مع z، السطح المائل شوفوا بهذا الشكل خط. اذا هون x مع z، جهة النظر y مع z، شوفوا السطح المائل بهذا الشكل. اذا بأي مسقط نحن رح نبدأ؟ بالإكس زد ولا الواي زد؟ أكيد بالإكس زد يلي هو بيمثل المسقط الأمامي. تمام؟ الحالة رقم ثلاثة، يا ترى ممكن يجتمع عندك سطح مائل رئيسي مع أسطوانة مركزية بنفس المنظور؟ الجواب نعم، وهذا الشيء شفتوه بالصور الأولى يلي كان مطلوب مني أحدد أبعاد. رجعوا عليها وشوفوها، رح اشوفوا انه عندي انا اسطواني رئيسي، اسطواني مركزي مع سطح مائل. طيب كيف رح ابدا؟ باي مسقط رح ابدا؟ مين الاهم بالنسبه لي؟ القاعده رقم ثلاثه، منظور يحوي اسطواني مركزي وسطح مائل مركزي. اسطواني مركزي وسطح مائل مركزي او رئيسي، ضمن هالقاعده في عندي حالتين، الحاله ا كلاهما يظهر بشكله الحقيقي في نفس المسقط. شو هو الشكل الحقيقي؟ مثل ما ذكرنا الأسطوانة تظهر كدائرة، السطح المائل يظهر كخط مائل، إذا كلاهما يظهر بالشكل الحقيقي في نفس المسقط. مثل نحن نأخذ مثال هذه الصورة، أفضلية الرسم بأي مسقط أنا رح أبدأ؟ أفضلية الرسم بالمسقط، نبدأ بالمسقط
الذي تظهر به الأسطواني المركزي بشكلها الحقيقي. تمام؟ يعني أنا الأسطواني المركزي شوفه كدائرة بالمسطح الأمامي، السطح المائي شوفه كخط مستقيم وين؟ أمامي بالمسطح الأمامي. طريقة الرسم، كيف أنا رح أبدأ الرسم؟ رح أبدأ برسم المسطح، رح أبدأ برسم الأسطواني ولا السطح المائي؟ رح نبدأ أفضلية الرسم لمين؟ للأسطواني. طبعاً طريقة الرسم رح ناخدها، كيف أنا رح أبدأ برسم الأسطواني أولاً بعدين السطح المائي. بجزء اليوم بس قواعد مو طريقة رسم، فاصبروا علي شوي لحتى نبدأ الرسم رح تتوضح كل هالأمور. القاعدة الثانية، حالي كلاهما يظهر بشكله الحقيقي في مسقطين مختلفين، في مسقطين مختلفين. ناخذ مثال هذه الصورة. نلاحظ انه عند الاسطوانة تظهر بشكلها الحقيقي كدائرة في مسقط، والسطح المائي يظهر بشكله الحقيقي في مسقط آخر. على سبيل المثال الأسطواني كدائرة تظهر كدائرة أفقي، السطح المائي يظهر بشكله الحقيقي على سبيل المثال بالمسقط الأمامي. مين رح أبدأ؟ رح أبدأ بالمسقط الأمامي ولا المسقط الأفقي؟ إذا نبدأ بالمسقط الذي يظهر به السطح المائي بشكله الحقيقي، يعني أفضلية الرسم للسطح المائي. تمام؟ خلال هالثلاث قواعد رح اشوفه انه رح كتير تسهل عملية الرسم، لانه انا ممكن يكون عندي انا استيعاب اعرف اقرار المنظور، اعرف اتخيل المنظور، بس باي مسقط انا رح ابدا. هذه القواعد الثلاثة انا رح ابني عليها عملية طريقة رسم المصادر. اذا لحد الان شو اخذ؟ اجاني المنظور، قريت الابعاد، اكس طول الكلي، ارتفاع كلي، عرض كلي. الخطوه الثانيه بناء على هذه القواعد اللي انا اخذتها حددت المسقط اللي انا رح ابدا منه، المسقط امامي او جانبي او افقي، مع الانتباه والتذكير بان كل مسقطين من المساقط اللي نحن اخذناهم امامي جانبي افقي يوجد بعد مشترك بينهم، يوجد بعد مشترك بينهم. نرجع من عيدة، الأمامي مع الجانبي البعد المشترك بينهما زد، جانبي مع أفقي البعد المشترك هو واي، أمامي مع أفقي البعد المشترك هو إكس. بعد ما قرينا، بعد ما شفنا القواعد الثلاثة، في عندي مصطلحات أو قواعد أساسية بعملية الرسم. واحد، السقط. السقط هو عبارة عن فراغ ضمن المنظور، إما يقسم إلى قسمين، ثقل دائري ممكن يكون بهذا الشكل دائرة كاملة أو يكون كنصف دائرة، أو ثقل غير دائرة بهذا الشكل ممكن يكون مستطيل، ممكن يكون عندنا مربع. إذا القاعدة الأساسية للثقب أثناء عملية الرسم، يعني إجاني المنظور حددت إنه هذا ثقب، القاعدة بتقول الثقب يظهر مرئي في مسقط بباقي المساقط وهم. الثقب يظهر المرئي في مسقط بباقي المساقط خطوط وهمي.
هذه الصور بتوضح الأشكال الثقوب، ثقوب دائري مع ثقوب غير دائري. المصطلح السامي هو الجزء السامي، الجزء السامي بالمصطلح الذي أنا راح أخذه التجويف. طبعا شو هذا التجويف؟ التجويف يظهر مرئي في مسقطين بالمسقط الثالث خطوط وهمية. يكون المسقط بيتحدد عندي ببعدين، التجويف بيخدم هذه القاعدة. طبعا وفق الصورة اللي احنا شفناها، التجويف من أي نوع من المناظر دائما وأبدا بيتحدد ببعدين، يعني فورا عندي بعدين بيحددوا لي. مثلا على سبيل المثال رح ناخذ هذه البعد 20، البعد 20 مين بيمثل؟ X واللي Y واللي Z شو بيمثل؟ وفق ثلاثية التعامل اللي نحن ذكرناها ما بننساها، عندي X، عندي Y، وعندي Z. نلاحظ أن 20 بيوازي خط البعد واي، اذا قيمة الواي هي 20. 30 بيوازي خط البعد زد، اذا زد بيساوي 30. 10 تمام؟ طيب هذا التجويف بناء على القاعدة يظهر مرئي في مسقطين بالمسقط الثالث خطوط وهمية. شو قصد بالكلام؟ نلاحظ انا كناظر إذا وقفت بالاتجاه واي مع زد بنلاحظ راح شوف تجويف. شو هن البعدين اللي أنا راح شوفهم؟ راح شوف واي مع زد، مظبوط ولا لا؟ واي مع زد. طيب عملية النظر من الأعلى إلى الأسفل، شوف بشوف البعد 20 وبشوف البعد 10، بشوفوا لهذا الشكل. إذا بشوف ال 20 مع 10، يعني بشوف إكس مع واي. مين بقى عندي؟ بقى عندي أنا كناظر عم أعين بالاتجاه إكس مع زد. يا ترى هل هذا تجويف ظاهر معي؟ حكم لا. شو بعبر عنه؟ بعبر عنه بخطوط وهمية. ملاحظ ان التجويف عندي ظهر مرئي بالمسقطين الجانبي مع الافقي، بالمسقط الامامي لم يظهر، اذا عبرت عنه بخطوط وهمية. عملية رسم التجويف. هلا رح ناخذ القاعدة، وقت رح نبدا بالرسم رح تتوضح عندي هالقاعدة. مثل ما قلنا بناء على القاعدة مرئي في مسقطين، مسقط وهم أي منظور، وقد بيكون عندي تجويف بيعطيني بعدين لإله، فهالبعدين ممكن يكون عندي إكس مع واي. إذا بأي مسقط؟ بالمسقط الأفقي. ممكن أعطيني الإكس مع الزد، إذا بأي مسقط؟ بكون عندي المسقط الأمامي. إذا بكون أعطيني بعدين لأي، وبعد ثالث بكون عندي ناقص. بالمسقط يلي بكون عندي البعدين معطاة بشكل مباشرة،
يسميه مسقط مرن. الأبراج معترض بيكون عاطيني بعدين. المسقط مرئي، طبعا هذا المسقط ندعوه بالمسقط المرئي الكامل. المسقط المرئي الكامل. البعد الثالث بيكون انا عاطيني بعد زائد بعد معطى، والبعد الاخر ناقص. البعد الاخر بيكون عندي ناقص. ندعو هذا المسقط بالمسقط المرئي الناقص. ليش ناقص؟ لانه عندي بعد انا غير معتمد، فانا لازم استنتج استنتاج. المسقط الوهمي، المسقط الوهمي من اسمه وهمي، شو بيكون عندي؟ بده يكون عندي تجويف يظهر بشكل وهم. شو بدي استفاد من المسقط؟ طريقة استنتاج التجويف، نبدأ بالمسقط المرئي الكامل. يعني ممكن أنا بناء على القواعد الثلاثية اللي نحن حكيناها سابقا، طريقة اختيار المسقط، ممكن أنا أبدأ بالمسقط الأمامي وبيظهر عندي تجويف بكون عاطيني بعدين له اكس وواي، وأنا بقسم المسقط الأمامي بوصل عند التجويف غير قادر أن أرسم. ليش؟ لأن المسقط الأمامي موطع عندي بعدين X مع Z، والتجويف شو موطع عندي؟ X مع Y. إذا وقت أنا بوصل للتجويف طالما عندي X مع Y، فهو المنظور ما يقل بطريقة أو بأخرى أنه أنت التجويف لازم ترسمه بداية بالمسقط الأفقي. زين برجع بعيد، المسقط ممكن أنا أبدأ بالمسقط الأمامي أو مسقط جانبي. وصلت؟ رح ناخذ على سبيل المثال مسقط امامي، انا ما بدي بالمسقط الامامي. وصلت لتجويف. التجويف بيكون عاطيني بعدين له هو اكس مع واي، اكس مع واي موجودين بالمسقط الافقي. وانا ما بدي بالمسقط الامامي. اذا المنظور بطريقه او باخرى ما يعلمني او ما يسهل علي انه انا ابدا اتركه للتجويف وين؟ المسقط الافقي. اذا نبدا بالمسقط المرئي الكامل. بالمسقط المرئي الناقص عندي بعد ناقص، منين انا بجيبه للبعد؟ منين بحصل عليه؟ بحصل عليه من المسقط الوهمي. يعني الطريق او الخطوات اللي انا لازم امشيها لحتى استنتج التجويف مرئي كامل وهمي مرئي ناقص. المرئي الكامل بيكون عاطيني بعدين معطى بعدين، بالمرئي الناقص بعد معطى والاخر ناقص. هذا البعد نقوم استنتاجه من المسقط الوهمي. برجع بقول انه هالطريقه هالقواعد رح تتوضح عندي وقت نبدا برسم التجويف. وقت ابدا برسم التجويف رح نضيف قاعده رح تساعدني وانا رح ابني عليها عمليه رسم المسقط. القاعده بتقول نقطه مرئي في مسقط يقابلها خط مرئي في مسقط اخر. كيف؟ على سبيل المثال هذا السطح، سطح مستوى ب س د. جهة النظر بهذا الاتجاه x، طبعا هون x وهون y. بالاتجاه x بشوف الخط المستقيم هذا مظبوط؟ شوف الخط المستقيم هذا. طيب اذا انا وقفت ونظرت بهذا الاتجاه الخط المستقيم هذا، شوف منه
شوف فقط المتطرف. تمام. اذا هذه القاعده راح تكون البناء الاساسي والقاعده الاساسي في عمليه الرسم. نقطه مرئي في مسقط يقابلها خط مرئي في مسقط اخر. نقطه وهميه في مسقط يقابلها خط وهمي في مسقط اخر. طبعا النقاط الوهمي شو هي النقطه الوهمي؟ النقطه الوهمي اما تكون تابع اما لسقط او تجويف، مثل ما ذكرنا انه تجويف في احد المساقط راح يعبر عنه بخطوط وهمي، او جزء او فراغ موجود لكنه غير مرئي. بعد الانتهاء من القواعد، بتمنى ما تشوفوها قواعد كثير كبيره، ما تشوفوها صعبه، لا تستغربوها بالمرحله الاولى. جزءنا اليوم مخصص فقط للقواعد. هذه القواعد رح تشكل قاعده كثير اساسيه عندك، رح تسهل الطريق اثناء عمليه الرسم. شوفكم ان شاء الله الجزء الثاني مع سلسله تعليمي لماده الرسم الهندسي.